بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان أريك هوبان كورنيا أريكي مدحوينها الصومالي الآن ما ننتي شلي وكتشي ديي جامعة الرعسان دوكسيقا أبارسو إميقا عيدا ليلة هدو برواقو شلي واي تاريخ دو هايد سيدة محرم كنا أفر بقول صد حيا أفرتن هجرية كنا بيغنيد لحيتو منك بشي سيديداد لبدا كن يكوي لباتنك مدحوينو هذا الكيساس أما إيري كيساس وحاوسي وينو دفاعي دوكسي غابارسو يا جامعة ديسا إسلام مركانا وحاو ويرركو قاضي ضدكي إيدي دوكسي غا قضبك لدوانا يوكا هضي وحاان دونا يا قيبك مدى قضب ديساس أما قارك مدى قضب ديساس إن أندول استاغو وحاان كوب لابيا بارستا وسمية مدحوينو وحاو الشاقي كدي مركي ومغلي هذا الهينتا أما واركي هذا الهينتا كترتا دوكسيغا بارسو أيا وحا وشاقا إنو لغوهيسا كتاقي كلغي سي وصو غادا وحا حالكا كسودا وحا نوشاقا إن يوصو بحدي نتيجة إن حالكا سي تهي ميل وناكسن أو لغوها يو وحا قدنا ومدى إيوه إسلام كبا نتيجة دا ساو غصو بحدي إن هدبا نتيجة دا غصو بحدي وحا أما بارستا لفتي دا أيا وحا إنو أما أن إسكوى ديننا مدحينو مركا ودلك تشوغو غوبا ودوكسي بوغانا يتصالحانو كلا بالقياس إنتو تشوغي كرا مدى كوبان بعد إلا ساعات بالغيا با إنو تشوغو دوكسي كاس مدى دا يرى كوبان حوكو غان كرا حوكو غان كرا بحال الشيغي اعتراض بطن سيديبو كو غان كرا مدى دا كوبان تاس واتاس قضب كلاباتنا واحد لقى شيء يدكسيه ده ما ها واحد لتعبان كرو أو صار لق عن تلو تعبان كرو عمل لعرك كرو بدن كود أو ما ها إنه هدو ماشى وقلت له وحي لشيء يبينه أركه يا سيدي ما هي خمري حشيشة ددو حلينا يا هوب تسمع ماشى واحد لبوها يا أبا وحيو بدنيه واحد لتعبان كرين وبربارين وأفكار بالغو في دنيا أردد أفكار بالغو شوية وحوية سنوات عنيسة سيدبت كوغان كرتا مركا يعني وبدنا ساعات سوى لغوغان كرا تيادا لبا مركا والله ما دو محاي كوشيقيا محاي كوشيقي لهايين اي كاغا ورمي لهايين وحي لغوية دنيا مي كوشيقيا طبعا دي وحوية جوابت وحوية وامايا هدي هو مدحوينه هو دونيو انو حكت اوغادا سيدا وشيقي وحايا هاي انو قدي مدح بنان لغو كالسوني هاي لو صاروا ومدوا أي رأي لكم تاي وأي علماء دون كو كيهين قد داحب نكيهين يجا إنه سوغان لها يجا ومدوا وشيق لها يجا أنا كسو نقول لها مدحوينها ووشيق لها وحالك كتير قضب كالباد وكهذا يبدحوينه وحاو يعني لدع سنا أرن وشيق إني مالقلين وين وسمي أي سميين قرد حارون تاسي أما دب سياسي وحاو شيق أرضي دبدا لودري oo ku dhaw 300 oo arday oo ka baxay dugsiga Abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar een oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyay een way kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyay tira badan een lacagta qoladii bixisay ma bilaaw jeedo oo bixisay u jeedo maxay ayay kala hayaa u jeedo ma laha miya يعني هو يما تعايل هنا تعالي هين بي أيه مها دوكسي قال كانوا قسم أيام وأردد هنا وحبرهن وأي دبده هودرهن ما تعايل بقى مين نجح هلا مين هو نحرستن ضد كان وحي نكلنا هاي كلا فكر كلا دين ويعني نمك أنتو كي معرف كادونك يعني مها يقول يمي هل كان دول كان وشيد ددي سوا معي طبعا وشيد ولي وشيد ده ولي هنا هل كان نكشي قلنا وشيد ده ده هو inay soo saaraan dad iyaga la mid ah la fikira ka agdhow oo ay ku shubtaan kana saaraan wixii hore si ay ugu fushadaan mashaariicda ay doonayaan dad iyaga ah oo muwaaliin u ah oo u daacada oo ay tababareen sanawaad badan tababareen ay doonayaan soo saaraan waxay doonayaan oo yaani waxay ugu yeedhan hal door iyo labeentii bulshada dadkii hor kacayay hoggaankii
horkacayay bay doonayaan inay sameeyaan oo siyaasad ahaan horkacaya waxbarasho ahaan horkacaya caafimaad ahaan qaybtii dumarka qaybtii dhalinyarada manaaxil haya dhinacyada nolosha oo dhan waxay doonayaan inay noo soo saaraan dadyow inala magaca inala midab inala dal laakiin maskaxdu aanay maskaxdeenni ahayn qalbiguna aanu qalbigeenni ahayn dhaatada iyo macluumaadka iyo fikirka iyo ideolojiyadda ku jirta aanay teenni ahayn aynu rabnay ay tahay ninkaa samaystay dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu doonayo ayay doonayaan inoo soo saaraan teeda labaad nin si cad u doonaya inuu soo saaro hoggaamiyeyaal sidee baynu ugu ogolaanay dalkeenna inuu qaabkan oo kale uga shaqeeyo oo uu soo saaro hoggaamiye hoggaamiyaha ayay sameynaya ma nin gaala aniga hoggaamiye wanaagsan ii sameynaya ma nin aan kala diinnahay ayaa hoggaamiye wanaagsan ii sameynaya wuxuu ii sameynayaa mid la aragtiya buu sameynayaa mid muxuu hayay la fikira buu sameynayaa mid aniga muxuu hayay muqaal ahaan iyag laakiin aan yani wax aan doonayo aan doonayn buu muxuu hayay soo saaraya xarumaha waxbarashadu ee ay farta ku godan tahay iyo xarumaha dhaqanka ee ay farta ku godan tahay xarumahaasi waxay keeneen waynu runta isu sheegnaa yani waxa weeye wax lala dhaco maaha wax la ammaanana maaha wax laga qajilo weeye wax laga xishoodo weeye in maanta kuwaa lala saqto dadkaasi waxay keeneen bulshada ugu guracan adduunka bulshada aan samayn xitaa waxa uu sameeyo xayawaanku waxay keeneen labka wax ka daya ama hungureeya iyo dhadiga wax ka daya ama hungureeya dadka noocaasa bay inoo keeneen dadkeennii bay ku sii dhex daayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku filayn oo ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku filayn inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn xarumahaas baas ee isugu jira waxbarashada iyo dhaqanka waxaa ka digay oo ummadda uga digay xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin culimmadii baa ka digtay guddidii wanaag farista ka digtay waxgaradkii baa ka digay intuba way ka digeen oo meeshaas muxuu ahaayey dowladdana way kula dardaarmeen ummadda ka qabta aragtida guud ee bulshadana haddii lasoo hadal qaado meelahaas intooda badani waa diidan yihiin adduunka waa laga tegayaa adduunkan waa laga tegayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay amay maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yacni muxuu ahay maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaalada waxay doonayso oo ilaahay raali gelin kara marka maanta fursad baad haysataaye war ummaddan diinta islaamka ku dhaqo war wixii diinta islaamka la dagaalamaya ummaddan ka qabo war la garan maayo goorta uu geeridu imanaysee way soo dhowaatay inagu soo wada dhowaatay khaatimo wanaagsan adduunka aynu kaga tagno weliba madaxweynuhu khaatimo wanaagsan ha kaga tago ummaddan khayr ha kaga tago la garan maayo inta lasii noolaanayo rabbigaa la kulan adoo ummaddii islaam kaga tegey laakiin ha kaga tegin adigoo muxuu ahay siinaya garab muxuu ahay xarumaha noocaasa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh